مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني السكان المحليون في غزة من نقص في الموارد الحيوية بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء وغيرها من الضروريات، وسط أزمة إنسانية تتكشف، حيث أدى الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في قطاع غزة. وفي محاولة يائسة للحصول على بعض مياه الشرب، يضطر العديد من السكان إلى السير عدة كيلومترات يوميا لجمع المياه من خزان في ملجأ مؤقت في مدينة غزة. وتم تدمير 40 بئر مياه وتسع خزانات مياه في غزة، بالإضافة إلى 42 كيلومترا من إمدادات المياه، وكانت تستخدم هذه الشبكات في الأصل لتوصيل المياه إلى السكان، وبالتالي فإن هذا يؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول السكان على المياه خاصة في ظل نقص الوقود. تم تدمير 40 بئر من آبار مياه بلدية غزة، أيضا تم تدمير 9 خزانات للمياه، وأيضا 42 ألف متر طولي من شبكات المياه، هذه الشبكات التي تنقل المياه للمواطنين. هذا انعكس بشكل كبير جدا على عدم وصول المياه للمواطنين، وأيضا بسبب انقطاع الوقود وتدمير هذه المرافق الحيوية انخفض انتاج المياه في مدينة غزة إلى أقل من 5% في أحسن الأحوال. وفي مواجهة ندرة المياه الشديدة، لجأ السكان المحليون إلى جميع وسائل النقل الممكنة لجلب المياه من أماكن بعيدة. على سبيل المثال، قام محمد عطا الله البالغ من العمر 9 سنوات برحلة يومية لمسافة 1.5 كيلومتر من منزله لجلب الماء باستخدام كرسي متحرك. امبارح شربوني دواء وكنت بسعر بالليل، قالوا يقول الشمالك من المي، قلت لهم هيك. ايش المي؟ ايش معنى؟ قلت لهم بزوق هالمرة هذه، خالي شافني هيك قاعد اعيط علي. ايش معنى انت حاسه بزعلان؟ الحار. كذلك تضع القيود المالية ضغطا على الافراد في الحصول على المياه النظيفة، مما يعمق من حجم المشكلة وصعوبة شراء المياه. والله بنعاني معاناة كتير صعبة، يعني بنقعد بنعبى مية مالحة، كانت مالحة ولا حلوة، أقل شيء 4-5 ساعات لمنعبى المية المالحة هذا. وطبعا الحلوة في ناس الله يعينها وما حاش تعبى مية حلوة، ما حاش فلوس. ويخضع إدخال المساعدات لموافقة إسرائيل التي شددت الحصار على غزة بعيد بدء الحرب، ولا تصل الإغاثة إلا بكميات محدودة جدا يأتي معظمها عبر معبر رفح. وأدت الحرب ونقص الغذاء والمياه إلى زيادة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.